هاد الناس هادو كيقولوا حنا دابا كندخلوا لمرسى كنزبلوا المحلات محلات تجار سمك بالجملة، وحنا هنا في ليكارت اللي كان ديال تجارة السمك بالجملة لبناني فيش تاجر السمك بالجملة، وكيقولوا هاد الناس بأن هاد المحلات ديال تجار السمك بالجملة هما عاملين 33 محل، وحنايا في المرسى شي 180 نمرة اللي كتمارس العمل، يعني ماشي معقول بأنهم يبنوا 33 محل وكاين 180 بيع شرين، هادشي ماشي معقول. كاين هاد الناس هادو أقصاهم هاد الناس، واللي كتمشي لعندو كيشد عليك الباب كيقول لك سير لعند هذا وهذا يصيفطك لعند هذا وما كاين والو. حنا شاطو فينا، حنا كنطلبوا من سيدنا يتدخل في اسرع وقت مع الدراويش هادو، حنا كنعرفوا سيدنا هاد الناس ما كنعرفوهمش. هاد الناس انا راه المسؤول في هاد اللجنه سي بن جلون قال لي راه انت عندك، قلت له انا عندي 20 سنه في هاد القطاع وانا كنخسر الفلوس ديالي في سوباستا، قال لي انت البارحه جيت من تطوان، واش هذا مسؤول هذا يقول لي هاد الكلام هذا؟ واش انا تطوان واش انت الابيب؟ راه حنا راحنا كاملين تحت رايه واحده، كاملين مغاربه تحت رايه وكاملين تحت المملكه ديال سيدنا الله ينصرو. اللجنه كيقول لك كاينه لجنه مسؤوله على هذا الموحد، وكاين الجمعيه تعطاوهم التعاونيه 365 ديال المترو للواحد للجمعيات، حنا ما عطاونا والو. وكنشريو هذا المنتوج فيه غنديو حنا هذا المنتوج ديالنا فيه غنديوه، ملي غنشري انا هذا الحوت في السوق فيه غنسيبو نلوحو، ما كاينش ما كاين سوق على برا، ما كاين نبيره باش نزل الحوت ديالك، ما كاين حتى شي حاجه. اللهم هذا ممكن هاد الناس قال لك ما غادي يشريوش اليوم، ما عنده فين يعمل هاد الحوت، فين غيعمل؟ هو شرا فينا حاجه اللي وفرتنا اللي وفرنا سيدنا الغاب غيلغيوه في وسط وجهنا. الشيء اللي عطانا سيدنا الدواء هنا هما، قال لك ما كاينش المواحل، كاين 27 محل ما نقدروش نقسموها على 160 بيع شراك، وهما جمعيات 300 متر وحافياش، وكاين الناس اللي هنايا راه بعض الناس عندهم عاطين جوج الخزاين ثلاثه د الخزاين لما نعطاو عطاو داكشي سيدنا دشن داكشي وهذاك مستوى داكشي دشنو سيدنا الله ينصرو بالحق، هما داكشي لما نعطاو عطاو للمسؤولين الناس اللي دارين مع اللجنه عطاوهم الخزاين، هذا السي فلان وهذا السي فلان بالحق. حنا ذوك التجار صغار ما عقلوش علينا كاع، كيقول لك مشي لعند اخر، اخر يقول لك سير لعند اخر، يقول لك سير لعند اخر، وحرفتنا وراه ولادنا بالجوع. حنايا راه الا ما خدمناش ما ناكلوش، راه هادو واخا تشوفهم كاملين راه مسكين كيصور 100 درهم كيديها القفال الدار ما لقاش ما يبقى كيدور في المارشي. تنشريو الحوت بالليل تيقطعوا الواجبات ديالهم 3%، كلشي مساعي ديالهم تيقطعوا. حنا زعما شنو هاد الحوت معنا فين الديوان؟ عندنا كونترول في المحلات تيجيو عندنا الناس سوية الجودة، تيجي الطبيب تيجي مراقب على الحوت جودة، الحوت فين تيشوف الحوت طري مبارك كون عندنا تيخلزنا في سوباسطا، ما كاينش المحلات فين تلوجو الحوت ولا نبيتو الحوت، الحوت خصو يبقى طري. حنا عندنا مشكل عندنا، جينا نشريو قال لك اسيدي ما كاينش شي محلات، علاش اسيدي؟ واش عملتو بالمارسة بلا محلات؟ قال لك كاينة 30 محل، عطاو 89 سردين، عطاو 89 باريخة، عطاو 89 داك السنارة، هادشي ما كافيش. وشكون هاد السعود؟ قال لك اقدميه، شكون اقدميه اللي ما بقاش يشري؟ هذول شي ظافر قال لك رجعوا 2015 2012، هاد العامل الناس شرات الحوت بزاف، كاين الناس هاد المنتوج غالي 4000 درهم الصندوق، يعني الحوت 4000 درهم الصندوق تمشي لاوروبا، كاين الناس هنا هذاك الحوت تيتفز الدغيا بحال مسعد الرويال بحال بونتيه بولبول، الناس كاملين تتفجروا في هاد البيع كاملين تيشريوا هاد الحوت في نيبات في الصباح هادي تشارجا. دابا زولنا السوق ديال الصباح شدونا مارسا وغدا ان شاء الله السبت يقول لك ما نبيعوش حوت في مارسا، غيصيفطوا لنا كرزيانه مع الشبيره تقاتاله يدونا رزقنا فيبيعوا الحوت باركي. واش عباد الله كاين شي حوت يتباع في باركي؟ حوت تيتفز الحوت غالي، حوت غالي وعاد خصهم يتلجوا هنا هما تيقولوا عندهم نخلصوا، علاش حنا ما نستافدوش؟ نتلجوا الحوت بفلوس ونطلعوه بالفلوس ونقولوا الصاير الحوت تيغلى على الشعب، تيمشيو لنا الشعب تيجيو يشطونا عباد الله 40 درهم تيصعب الزبات الصاير، التاكسي 70 درهم 80 درهم، كان برجع الشبره 940 درهم، علاش؟ بعد الناس يضحكوا في فيسبوك تيقول لك حنا هاد مقاطعه السردين تعمل جوج درهم في لوفيس في مارسا، ما كاينش السردين بجوج درهم ابدا، السردين تتباع 30000 فرانك، ميرنا تتباع 1700 درهم 1800 درهم، الكامبا الغلي تاع 2000 درهم، يجوا هاد الناس يدخلوا يشوفوا مسؤولين وعطونا الوراق الحمد لله كيف يشروا السلعه، وحنا تيجوا يراقبونا في الحوانت ديالنا تيجوا يراقبونا السلعه وكذا، طرية تطلع مارسا طرية، ما كاين فين بيتو الحوت مرة، الحوت يسخن عاد دابا اصلا الحرارة والصيفية اخطر من 20 ديال الحوت، حنا واكلين الدق، عندنا الصاير بزاف، الربح رجع قليل والناس كبارين شابرين السوق. طنجة
حنا تفاجئنا منين تشن سيدنا هذا الميناء ديال طنجة، تفاجئنا على بان هاد المواحل ديال تجار السمك مشدودين. علاش مشدودين؟ ما نعرف، لان الميناء دابا راه كيخدم ولكن المحلات مشدودين. خصنا هاد المحلات خصو يتفتحوا باش الناس يجبروا فينا يعملوا الحوت ديالهم، لان الا بقينا هكا راه غنوليو بائع متجول نيشان، غنبقاو نخرجوا بالحوت خمسه تصنات في الكاروسه من الميناء حتى المدينه ولا حتى لشي بلاصه، راه غنوليو بائع متجولين. لان الحوت كيدوز من هنايا يتضرب فيه الغبره، يتضرب، لان ماشي كاملين عندنا الطونوبينات باش نحولوا الحوت لجهات اخرى. راه كاين الناس اللي كيشري خمسه سته تصنادق، راه ما عنده فين غيعمل الحوت، يعني غيخرجوا في الكاروسه غنصدقوا ديك الشيء اللي تشل سيدنا بحال الا ما كاين منه والو. ايوا حنا الا كنا كنعرقلوا العمل يجيو هما يشريو ديك العود، شوفوا فين غيعملوها. راه حنا اللي كنشريو العود، حنا اللي كنبيعوه، حنا كنشريو، حنا اللي كنصاروا عليه، حنا اللي كنوضوا في 4 الصباح، حنا اللي كنخدموا هذا الحوت. ما يمكنش، راه واحد النهار كنربحوا واحد النهار كنخسروا، حنا كنخدموا، حنا كنبغيو نكونوا خدامين دائما ماشي غير واحد النهار. اما الا كان خدمه قال لك شي واحد بان حنا كنعرقلوهم، هذه ما نعرف. حنا جينا نشري، انا جيت نشري، انا كنهضر معاك جيت نشري، ولكن ملي غنشري ديك العود فين غنعملو؟ المطلب الاساسي هو يجي يفتحوا لنا المحلات وكل شيء، وما يتقصى حتى شي واحد. وديك المحلات اللي كيقولوا لي يعطيوها التعاونيات ولا شي حاجه، حتى يشوفوا هاد المنخرطين ديال التعاونيات واش كاينين ولا ما كاينينش، لان الاخوان راه غيتقصاو من ديك التعاونيات. وشي فكره سمعت بان التعاونيات ولا ما التعاونيات، حد شي واحد شي تعاوني بغا دير القهوه، شي تعاوني بغا دير الثلج، حنا خصنا فينا ننزلوا الحوت ديالنا، اما نعملوا القهاوي والثلج وديك الشيء حاجه اخرين. حنا خصنا فين غننزلوا الحوت ديالنا؟ الحوت اللي كيبقى دابا هو شريناه البارح، ما جبرنا فين غننزلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، العياش يوسف بائع السمك الجمله في ميناء طنجه، واختاروني الاخوان كممثل عليهم، الاخوان اللي كيمارسوا التجاره في المراكب بالجر في ميناء طنجه لي شالوتي، واللي هما تعرضوا لواحد الاقصاء ممنهج من طرف الجهات المسؤوله على الانتقال من الميناء القديم للميناء الجديد، حيث انهم ما وفرولناش حنايا الشروط ديال ممارسه المهنه. ومن اول الاولويات هو فين غننزل الحوت، النبيله، الثلاجه ديال الحوت، فين غننزل المنتوج. ها هو الباريخه دخلت شرينا من عندها الحوت، فين غننزلوه؟ انا شريت 4 صنادق كنصارجي لكازا، ما اليوم شريت غير 5 صنادق، حتى الغدا عاد غنكمل. فين نحط ديك 5 صنادق عباد الله؟ واش اللحوم؟ واش نديهم في الكار؟ نصيفطهم على شي حمار حاشاكم؟ فين غادي نعملوه؟ والجهات الوصيه على هادي قال لك اسيدي كاينه اللجنه هي اللي مسؤوله على ديال التوزيع ديال النبيلات، اللي هما داروا واحد العدد قليل، حنا هما الحلقه الاضعف في هاد الشيء كامل. انه الناس اصحاب الصيد التقليدي، اصحاب الساحلي، اصحاب المضرابات، اصحاب باريخات، كلشي داروا لهم الاحصاء وعملوا لهم فائض، كلشي عندهم محالات زايدين، الا البياع شراي اللي كاينه واحد 160 ولا 170 بياع شراي اللي عندهم شركات واللي هما مسجلين عند المندوبيه ديال الصيد البحري، واللي كيمارسوا المهنه، واللي نقدروا نقولوا غير واحد 40 ولا 50 فيهم اللي كيمارسوا المهنه. انا ناقصيو الناس اللي كتمارس المهنه وعندها الشيفر دافير وكتجري جوج ثلاثه 4 مليون ديال الدرهم سنويا، وكتخلص ضرائب ومعروفه، وكتمشي للسوق وكتصير وكتخسر وكتاكل الدق. نخليوها مقصيه، قال هما ما غيستافدوش. وغادي نعطيو لوحدين اخرين مثلا وحده نبيله. احنا الا كان غير في اطار واحد الحلول ترقيعيه، احنا عطيناهم مقترح ديال نديرو جوج ثلاثه في النبيله على ما نشوفوا الفائض، ولكن ما تصنتوناش. قال لك اللجنه اللي مسؤوله على التوزيع هي اللي حطات المعايير، وهي اللي غادي تعطي لمن ما بغات، وهي ما غاتعطيش لمن ما بغات. اذا كاين واحد التعنت من جهه الادارات او من جهه اللجنه اللي مسؤوله على التوزيع ديال هاد المحلات هادو، بغض النظر على واحد الفائض اللي كاين اللي ما بغاوش يستغلوا الصالح ديالنا. حنا كنطالبوه بانهم يوفروا المحلات لجميع البياع والشراية اللي كتوفر فيها المواصفات ديال البياع الشراي، وما بغينا اقصاء حتى شي واحد. على المنوال ديال اللي كاين في الرينكون مدينه الفنيدق، وعلى المنوال ديال اللي كاين في العرايش، وعلى المنوال اللي كاين الجديده، ان هاد الناس هادو قبل ما كيديروا المشروع كيعملوا احصاء ديال الناس اللي خصها تستافد. ماشي انتينا درتي واحد مشروع كبير في اطار ديال انك مبيع شراي كان مسكين مجهول الهويه، كان كيمارس واحد العشوائيه في السوق السوداء، ودخلتيه درتيه في اطار شركه وعطيتيه واحد الاسم وعطيتيه واحد الهيلمان، ولا متبوع بصاير ولا متبوع بحمال ولا متبوع بضريبه ولا متبوع بكرا، وما اهلتيش هو باش يكون تا هو بيع شراي. غتخليه حراك،
دير مواصفات الاقدميه خانه ما خدامش تعطيه واللي هو كيمارس تقصيه. لا سيدي، حنا اللي في الاقدميه نحتضنوهم واللي كيمارس نحتضنوه. وسيدنا قال لك بالله سياسه الاقصاء ما كايناش المغرب، وبالله الشباب هو المستقبل المغرب، وبالله حنايا الناس اللي هما خصهم يتاهلوا قطاعات كاملين خصهم يكونوا في المستوى. الارضيه الحمد لله كاينين، المحاحل كاينين، تعنت الاداره هو اللي كاين واقف لنا في الطريق، بغض النظر على ديك الوشايات الكاذبه او ديك الاشاعات المغرضه اللي كيحاولوا يروجوا بان كاينه واحد الفئه كدير صداع ولا ما كدير ولا ما كدير. حنايا ناس عندنا شركات كنخدموا في اطار القانون وكنتبعوا القنوات الشرعيه باش ناخذوا حقنا، وحقنا ما غنسلموش فيه. وعاش سيدنا وعاش محالة.